السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما شاء الله. فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى من القلب انكم تكونوا كاملين كتحتاموا القوانين وما كتخرجوش من المنزل ديالكم، وتكونوا كذلك كتغسلوا الايدي ديالكم بالصابون مزيان، يعني كل تقريبا هكا يا ساعه ولا المهم هما كيقولوا غير 20 دقيقه، ولكن نتوما الا درتوها غير ساعه مثلا كل ساعه غسلوا يدكم بالماء والصابون، راه مزيانه بزاف. المهم دابا نوريكم ان شاء الله داكشي كامل اللي خديت بالنسبه لهذا المرض، يعني ما خصناش نخرجوا من الدار، خصنا يعني نبقاو في البيوت ديالنا هكا تقريبا. دابا عندنا سيمانه ما خصناش نخرجوا، فانا تقطيت هكايا السلعه ديال سيمانه ولا جوج سيمانات، المهم هي وشحال غضرب لي تقريبا سيمانه. انا نوريكم داك الاشياء اللي شريت كامله، وكذلك نتوما لا كنتو بحالي فشريوها غتنفعكم بزاف، يعني ما تبقاوش تخرجوا من المنزل ديالكم. غنوريكم فقط الاشياء الضروريه اللي كنحتاجوها في المنزل. اول حاجه غنحتاجها هو الزيت، فانا هنا خديت 5 لتر ديال الزيت. بالنسبه للزيت فاحنا اصلا يعني في المنزل ديالنا دائما كنشريو 5 لتر، ما كنشريوش هكايا بجوج لتر ثلاثة لتر ولا هكا، دائما كنشريو 5 لتر، يعني كنشريو الزيت هكايا غير من شهر لشهر. غنوريكم بعدا الزيت شحال تبقى لنا. فبالنسبه للزيت فهذه هي الكميه اللي تبقات لنا كما كتلاحظوا، يعني ما بقى والو، داكشي علاش شرينا 5 لتر، يعني ماشي غير المرض شرينا 5 لتر. وكنتمنى كلشي يشري غير الاشياء الضروريه واللي كيحتاجها، يعني ما يبقاش غير كيستوكي عنده الفلوس يشري بزاف وما يخلي الناس ما يشريو، يعني يشريو غير داكشي اللي غتحتاجو. كما قلت لكم عندنا هنايا 5 لتر ديال الزيت. بالنسبه للزيت البلديه فانا ما شريتهاش، يعني كتجينا دائما كنجيبوها من البلاد، يعني الزيت البلديه عندنا متوفره في المنزل. نتوما لا كان يعني ما عندكمش الزيت، بالنسبه للزيت يعني كل واحد يشري داكشي اللي غيكفيه. كذلك غنحتاج هنايا جوج قراعي ديال هذاك جافيل، جافيل ضروري هو الخل انكم تشريوه. كذلك عندي هنايا الخل هدايا اللي كيكون لون ديالو شويه، المهم كيكون بيض حتى هو، وشريت كذلك هذا الخل فانا استعملت منه شي شويه، يعني يلاه شريته استعملته درته هنايا في هاد القريعه هكايا، ومني دخلت السلعه كامله مني شريتها راه شريت عليها الخل كامله باش تعقم لي وباش ما يبقاوش الفيروسات اللي كيكونوا في القراعي. مثلا الصخره اللي كنشريوها كامله من الحانوت يعني ضروري ما نعقموها ملي ندخلوا المنزل ديالنا، نعقموها نرشوا عليها مزيان الخل ونمسحوها، يعني لا داعي اننا نشريو كاين المعقمات اللي غاليه الا ما كانش عندنا الفلوس، نشريو غير قد الاستطاعه ديالنا. فالخل فهو كيعتبر معقم، ولكن ما نتفاداو داك الاشياء اللي كنشوفوها كاين في اليوتيوب، كتلقى واحد كيخلط الخل مع جافيل وكيخلط هكا الصودا مع شي حاجه، يعني تفاداو هاد الاشياء. الخل فهو بوحدو فهو معقم، وكذلك جافيل فهو بوحدو معقم، يعني ما تخلطوش ما بين البرودويات باش ما تصبوش هكا بشي مواد اللي سامين. كذلك غنحتاج هنايا السكر، بالنسبه للسكر فكنحتاجوه بزاف في الدار. بغيت نوضح لكم واحد الحاجه، فاحنا بينا في الدار 8 ديال الاشخاص، داكشي علاش كتشوفوا هكايا الكميه اللي كثيره شي شويه. هنايا عندنا اتاي كتشري جوج، واحده كبيسه في البلاصه اللي كنطيبوا اتاي، يعني القرعه اللي كنكبوا فيها اتاي. كذلك عندنا هنايا واحد اللذه اللي هي المهم الزبده اللي كنحتاجوها هكا في الملوي، يعني ضروري ما نشريوها، يعني كنشريو الاشياء الاساسيه اللي كنحتاجوها. غنوريكم كذلك شرينا هنايا الفينو اللي كنحتاجوه، هو ملي كنبغيو نديرو الملوي كنحتاجو الزبده والفينو والزيت، يعني ضروري يكونوا هادو في الدار. وغنحتاج كذلك الصابون، يعني هنايا الصابون اللي كنحتاج انايا في الماكينه. شريت هنايا هاد الباكيه شويه كبيره فيها تقريبا كيلو ما كاملش، وهادي عاوتاني فيها شي 300 غرام، يعني التقضيه ديال السيمانه. واهم حاجه بغيت نوضح لكم، يعني شريو مواد تنظيفيه الاساسيه، يعني ما خصكمش تغفلوا على جافير والخل والصابون، دائما تنظفوا الدار. وكذلك هنايا شريت كيلو ديال العدس، كيلو ديال الحمص، جوج كيلو ديال اللوبيا، حنا كناكلو صراحة اللوبيا كتعجبنا داكشي علاش جبت جوج كيلو. وشريت واحد الحاجة اللي ضرورية هي التومة، هنايا نص كيلو ديال التومة. علاش؟ حيت التومة كما كنعرفو فهي فيها واحد المواد اللي يعني صحيا كتقوي المناعة ديال الجسم، داكشي علاش شريت التومة نص كيلو. كذلك شريت التمر، بالنسبة للتومة والتمر عندي هنا كيلو ديال التمر، بالنسبة للتمر فشريتو باش ندير واحد الخليط، غنفور التمر وغندير في وسطو التومه، من بعد نكب عليه الزيت البلديه وغنبقاو ناكلو هكايا في الليل. وفي الصباح ناكلو تمره، في الليل ناكلو تمره قبل ما نعسو، في الصباح على الريق ناكلو تمره. هذا الخليط هذا مهم، دابا نديرو لكم ان شاء الله لقيت الوقت غندير لكم هذه الوصفه في اليوتيوب باش نتوما تستافدوا يعني وتقوي المناعه ديالكم. كما كتعرفوا هذا المرض يعني ما عنده لا دواء لا حتى حاجه، اهم سلاح اننا نجندو به هي اننا نقوي المناعه ديالنا.
عندي هنايا الخميره، بما اننا ما كنشريوش الخبز وكل شيء كنعجنوه في الدار، فشريت هذه البكيه هذه اللي هي معجونه يعني دغيا كتخسر. هذه غنبدا بها هي الاولى، وهذه يعني غنبقى نستعملها تقريبا. عندي هنايا جوج سيمانات كاع عاد ضرب لي ديال الخبز وديال المملحات وداكشي اللي كندير. كذلك عندي هنايا بكيه ديال الكاكاو وبكيه ديال الخميره، وهنايا عندي الفاني. بالنسبه لهادو فانا خديتهم غير يعني بحكم انني كندير اليوتيوب وكنشارك معكم بزاف ديال الوصفات هكايا، وكنحتاج لهاد الاشياء باش كندير لكم الكيك. داكشي علاش خديتهم، يعني بالنسبه للناس اللي ما كيصوروا ما حتى حاجه، يعني هاد الاشياء الثلاثه يمكن ما ياخذوهمش كاع. وايضا الحاجه اللي اساسيه هي الملح، الملح ما تنساوهش فهو ضروري. هاد الاشياء البسيطه هي اللي كنضطروا اننا نخرجوا نجيبوها، الاشياء اللي بسيطه كما قلت لكم دائما شريوها كامله. عندي هنايا الصابون، ثلاثه ديال الحجرات الصابون ديال اليد. بالنسبه للصابون اللي كيرشوه عندي وحده، وبغيت صراحه نزيد وحده. عندي يعني كنستعملوها في المنزل، قريب تالي شي شويه وخرجت باش نشري الصابون، ولقيت بان الصابون ما بقاش اللي كيتغسل به اليد، يعني الصابون المنظف السائل لقيته ما بقاش. داكشي علاش كنقول لكم خذوا غير الاشياء اللي كتحتاجوا، ماشي بحالي انا خرجت باش نجيب واحد الحاجه ولقيت الناس خداوها وسالاوها وانا ما عنديش. يعني خليوا الناس ما يشريو، بحالي انا كما قلت لكم ما لقيتش الصابون، شنو غندير؟ خديت الحجاريه الصابون، يعني ما عندي ما ندير. كذلك خديت واحد الخنشه ديال الطحين. بالنسبه للخنشه ديال الطحين فهي فيها 25 كيلو. كما قلت لكم حنايا بالنسبه للطحين والزيت كنشريوه دائما، يعني كنشريو بيدو ديال الزيت، وكنشريو هاد الخنشه هادي اللي فيها 25 كيلو الطحين، حتى هو ما بقاش في الدار كاع. داكشي علاش شرينا خنشه ديال الطحين، ما كنشريوهاش بالكيلو حيت كنعجنو في الدار وكنديرو في الدار. يعني بنادم ما يشريش الكيلو، يشري خنشه باش ما يبقاش يخرج كل ساعه يجيب كيلو يجيب جوج كيلو يجيب هادي. كذلك عندي هنايا واحد ضامتي داك شنو سميتو كنور، يعني حتى هو كنحتاجوه هكايا في الدار كنحتاجوه. وعندي هنايا الشيح، يعني الشيح اللي ما يعرفش الشيح، فالشيح هو مطهر، يعني من الاحسن هكايا خذوه باش هكايا الا بغيتو تعقموا الديور ديالكم ديروا هكايا بخروا به، اولا الا ما بغيتوش تبخروا به. صراحه حنايا ما كنبخروش به بزاف حيت ما كتعجبناش ريحته وكتخنقنا، داكشي علاش كنديروه غير في المطايب، كنخليو داك الماء حتى كيطيب، ومن بعد كيبقى كل واحد كيجي يغطي راسو هكا بشي دره ويخلي داك البخار يطلع فيه، وكنخليو داك البخار كامل يدور في الدار باش هكا كتولي الريحه ديال الدار زوينه. في نفس اللحظه كنعقموا الدار بواحد المواد اللي هي طبيعيه. عندي هنايا المهم هذه خديتها حتى اخر لحظه، هذه الدره كاينه واحد شي واحد هكا بغى ياكل الدره ولا شي حاجه يقليها، هنا واقيلا شي 5 دراهم ديال الدره. عندي هنايا واحد العلبه ديال الزبده هكا كنحتاجها في الدار الا بغيت ندهن بها شي حاجه ولا نصايب بها شي حلوى ولا اي حاجه، يعني هكا غير هاد الاشياء كما قلت لكم البسيطه نقدروا نخرجوا عليها، نحاولوا نجيبوها وما نخرجوش. عندي هنايا واحد 4 ديال العلب ديال هذا دانون ديال الشكلاط، وهذا ياغورت عادي ديال الكراميل. صراحه هادو بغيت ناخذهم هكا غير بغيت ندير لكم هكا شي وصفات في اليوتيوب، يعني شي كيكه ولا شي حاجه. مهم وعندي هنا الحليب كذلك، هذا الحليب هذا ما كيخسرش دغيا جبته باش نستعملو حتى هو. كذلك خديت هنايا اللويزه، صراحه اللويزه هكا كنديرها مع اتاي كيبغيوها هكا الدراري كيشربوها، وهي كتهدأ كما راكم عارفين كتهدأ هكا شويه الاعصاب وكتخليك هكا نعاس، كتجيب تنعاس صراحه اللي بغى يشربها في الليل يديرها هكا، يدير غير كاس ديال الماء سخون ويدير فيه شويه ديال اللويزه وشربو هكا دغيا غينعس الا كان هو باغي ينعس. المهم هذه هي السلعه اللي خديت. بالنسبه للخضره فكنا تقضيناها شحال هذه، يعني باقا الخضره كاينه في الثلاجه، باقي تقريبا هكايا 2 كيلو ديال المعطيشه، البصله 2 كيلو، البطاطا كنا خديناها بالكثره. المهم هذه الخضره كامله اللي كنا خدينا قبل ما تغلى الصراحه، دابا راه الاسواق ولات الخضره غاليه ملي داروا، المهم ملي علنوا بان المرض راه كاين في المغرب وبقى كينتشر ولات الخضره غاليه. حنا كنا خديناها قبل ما تغلى الصراحه، ودابا راها يعني كافيه داك الخضره اللي بقات لنا، غتبقى لنا تقريبا واحد السيمانه كما قلت لكم، فالواحد يتقضى غير سيمانه والحوانات ما غيسدوش وحتى حاجه ما غتساد. المهم الواحد لا بغى يخرج يتقضى، اللي ما في استطاعتوش انه يشري الليكات ولا يشري الكمامات يخرج عادي، في نفس اللحظه يحاول انه ما يقش بنادم، يحاول انه ما يديرش يدو في نيفو هو برا، ومن يجي للدار ينظف يدو مزيان بالصابون هكايا، ولا كان عنده هكايا شي معقم يخرجو في يدو علاش لا، مره يرشو في يدو وينظف يدو. المهم بالنسبه لهاد المعقمات وهاد الشيء يعني كل واحد كيمشي على قد جيبو، كل واحد
يعني على قد الاستطاعة ديالو، كاين اللي في استطاعته انه يشري المعقمات ويخرجهم ويرشهم في يده، وكاين اللي ما عندوش الفلوس حتى باش يشري مثلا المواد الأساسية، داكشي كيبقى على حساب كل شخص. اهم حاجة ان الواحد يقي راسو ويحاول انه ما يتقاش وما يسلمش على الناس. اهم حاجة انكم ما تسلموش، ومن تكونوا خارجين كما قلت لكم حاولوا تخليوا تقريبا هكايا بينكم وبين الشخص تقريبا 1 2 متر ولا متر على الاقل، باش ما يقيسكمش وما تقيسوش، سواء كنتو نتوما مصابين وما عارفينش راسكم واش مصابين، ما تاذيوهمش وهما ما يأذيوكمش. يعني ماشي ضروري انني ماشي مصاب، تقدر تكون انت مصاب وما عارفش راسك واش مصاب، يعني وتأذي الناس اللي حداك. وهكا نكون وصلت لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى من القلب تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو وتخرجوا كاملين تقضوا داكشي اللي خاصكم، يعني غير قد تجيبكم تقضوا الاشياء اللي كتخرجوا تجيبوها كل ساعة، بحال الملح بحال السكر بحال الزيت، هاد الاشياء كاملين ديروهم في الدار، وديك الاشياء البسيطة مثلا اللي كتكون يمكن اننا نستغناو عليها ما نخرجوش نجيبوها، مثلا بحال مثلا بغينا نطيبو مثلا الحمص، حالة اننا احتاجنا مطيشة ديال الحب وهي ما كايناش، بلا ما نديروها ما نديروش داك مطيشه ديال الحك، ونحاولوا اننا ما نخرجوش نقضيو غير داكشي اللي عندنا، وفي حاله بغينا نخرجو نتقضاو داكشي كامل اللي خاصنا باش ما نبقاوش نخرجو كل ساعه. المهم هنايا وصلت النهايه ديال الفيديو، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلبكم، نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه. وقبل ما نقول لكم مع السلامه، كنتمنى ما تخرجوش من المنازل ديالكم، اهم حاجه ما تخرجوش من المنازل ديالكم، وحطيو الابناء ديالكم ما تخليهمش يخرجوا من المنازل ديالهم، وديروا لهم هكايا شي حاجه يلعبوا فيها في الدار، ديروا اي حاجه باش ما يخرجوش ولادكم للزنقه، وانتوما ما تخرجوش للزنقه. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.